هذا والله من ذميم، من ذميم ما قبح الله عز وجل به أهل العلم عندما ينقصهم العمل، عندما يفارقون الأدب، لأن الحجة قامت عليهم بما أوتوا من العلم. أرأيت حمارا أكرمك الله تحمل على ظهره كتب العلم، مجلدات ضخمة، أيفقه شيئا مما حملت على ظهره؟ فهذا والعياذ بالله مثل طالب علم حمل علما ودرس وتعلم وتفقه ثم لا ترى عليه أثرا لما تعلم في حياته. ما الفرق بين طالب علم وعامي كلاهما ينام عن صلاة الفجر؟ ما الفرق بين طالب علم وعامي ليس له حظ من قيام الليل؟ ما الفرق بين طالب علم وعامي لا يعرف صيام النوافل ولا تمتد يده إلى صدقة بقليل ولا كثير؟ ما الفرق بين طالب علم وعامي لا يمسك لسانه عن فاحش القول والسباب والشتام والخصام؟ ما الفرق بين طالب علم وعامي في تعامله مع والديه ترى من الجفوة وسوء الخلق والإشاحة والإعراب والتقصير؟ ما الفرق بين طالب علم وعامي تراه في تعامله، في علاقته بجيرانه والناس من حوله وأصدقاء دراسته وعمله؟ شرس الخلق، ضيق العطن، سريع الغضب. عندئذ ستضع علامة استفهام كبيرة: أين العلم في حياته؟ وماذا فعل طلب العلم به؟ وما الذي يفترض أن يكون عليه؟ هي رسالة نحملها أمانة في أعناقنا يا طلاب العلم. علمنا الذي نتعلمه لابد أن يقودنا إلى الفضائل، فإن لم يحصل فلننتبه، ثمة مشكلة. إما أن العلم الذي ندرسه فيه خلل، أو أن في دواخلنا حقيقة الخلل. وعلى كل حال ينبغي تدارك ذلك وإصلاحه.